شويه على الكابتن محمود الخطيب ان احنا نرحب بيه هنا جوه نادي الاتحاد السكندري. سعداء كلنا و يشرف نادي الاتحاد السكندري تواجد الكابتن محمود الخطيب. سعداء وبنتشرف بيك، شرف الكابتن محمود الخطيب، نورت كابتن النادي وشرفنا بيك جدا. زياره الكابتن محمود الخطيب بالنسبه لنا ما كانتش مفاجاه، العلاقه اللي تربطني بيه علاقه مش النهارده، يعني بنتكلم سنه 86 يعني بنتكلم دلوقتي في حوالي اكتر من 36 سنه فعمر بالنسبه لي انا في الاداره. لكن طبعا بالنسبه للساده هو 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 عجز، انا لسه ما عجزتش، هو عجز. لكن طبعا زملائك الكفاح معاه لعيبه الكوره القدامى في نادي الاتحاد، يعني عاصرته الكابتن الخطيب في الملاعب وانتوا كابتن الخطيب وهو صغير، وما زال طبعا يعني الشبابيه اللي هو موجوده فيها دي والحب والاخلاق والكاريزما الغير عاديه اللي موجوده، يعني لما نشوف حتى ناس ما شافتش الكابتن محمود الخطيب وهو بيلعب كوره، شافته في الاداره، ولكن لما تلاقي شاب صغير عنده 10 سنين او 11 سنه ويتمنى ويجري ان هو عايز يصور مع الكابتن محمود الخطيب علما انه ما شافوش، ولكن دي كاريزما يعني ربنا حبا بيها. فانا بقول لك كابتن ما شاء الله عليك، ربنا يزيد حب الناس لك. نادي الاتحاد انا اعلم قد ايه محبتك جواك نادي الاتحاد السكندري، وتملي بيسال علينا وتملي بيطمن علينا، واخرها حتى يعني السنه اللي فاتت انا فاكر المكالمه اللي حصل بينه وبين الكابتن طلعت يوسف، كلمني الكابتن خطيب وطلب مني رقم الكابتن طلعت ويكلمه ويؤازره ويقف معاه في فرقته ومع نادي الاتحاد. فده مش غريبه، علما ان تلاقي واحد يقول لك ايه احنا مالنا باللي بيحصل في نادي الاتحاد، ولكن ليه يعني لمسات احنا بالنسبه لي كمسؤول عن النادي او كرئيس للنادي احس بيها واحس قد ايه الراجل ده بيحب نادي الاتحاد. بالنسبه لنا نجوم كبار جدا جدا، فانا سعيد جدا انا شايفهم النهارده موجودين. الحاج محمد الحقيقه يمكن زي ما قال كده من 86 او 87 التقينا مع بعض، وكان حبه لنادي الاتحاد بيتكلم باحلام كتير عن نادي الاتحاد، فالامر دوت خلاني ساعتها اشوف ان الحب ده لازم يترجم لعمل، ترجم لعمل انه بيتقدم ويروح يشوف يعني يقدر يساعد ازاي بالنسبة لنادي الاتحاد، وتولى الرئاسة اكثر من مرة. اعتقد انه هو جواه احلام كتير جدا، كلنا نتمنى انه هو الاحلام دي عشان تترجم محتاجة معاونة من الاعضاء، معاونة من الجماهير، معاونة من اللعيبة القدامى، معاونة من اللاعبين الحاليين، ازاي كلهم يمشوا في اتجاه واحد علشان يحققوا مصلحة نادي كبير قوي والنادي ذو شعبية ضخمة جدا كلنا بنحبه اللي هو نادي الاتحاد. انا يمكن من فترة كان عاوزني اكون موجود ويعني دعوة ورا التانية، بس قلنا لما تيجي الظروف، فالحمد لله دلوقتي الدعوة دي بشكره جدا عليها، وفي نفس الوقت منتظرين ان شاء الله ان هو ومجلس ادارته واللعيبة القدامى يشرفونا في النادي. نادي الاتحاد انا بشكركم جدا جدا على التجمع دوت، وان شاء الله نكون نسعى دايما كاذا ربنا اراد سبحانه وتعالى ان احنا نكون في مركز او مراكز يعني قيادية في اندية رياضية كبيرة ذو شعبية. مطلوب مننا او مسؤولياتنا كبيرة جدا جدا تجاه بلدنا، تجاه القيادة السياسية بتاعتنا واتجاهات الدولة بتاعتنا، ازاي احنا نكون داعمين لدوت من خلال عملنا من خلال الرياضة، ازاي يكون لنا دور في دعم اتجاهات الدولة والقيادة السياسية بتاع الدولة برئاسة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازاي نمشي في اتجاه كل واحد في دوره، كل واحد في بلدنا يقوم بدوره في اتجاه تقدم البلد.